مولود برج الدجاج مع مولودة برج النملة، صعب. هذه علاقة صعبة، يعني فيها الكثير من التوترات والتشنجات. الامرأة النملة هي إنسانة معتمدة على نفسها، إنسانة لا ترضخ، صعب أن ترضخ إلى الآخرين. هي إنسانة مكانها ليس في البيت، مكانها خارج المنزل، مكانها في الأطواق، مكانها في القيادة، مكانها في المعمل، مكانها في الأماكن اللي تثبت نفسها ليها. الرجل الدجاجي يحب امرأة تكون درجة ثانية، امرأة تكون في البيت، يعني تمتد دائما، امرأة تصغي إلى دائما، لها علاقة متوترة، علاقة متوترة غير قابلة للنجاح، صعبة جدا.